سيادة اللواء فؤاد، احنا معانا أدلة دامغة، وثائق وفيديوهات وأحداث، واحنا ليه عاجزين ان نخلي العالم كله يقف معانا ويخلي جماعة الإخوان جماعة إرهابية، ويطلع رئيس جمهورية مصر العربية ياخد هذه الفيديوهات والوثائق ويعرضها على الأمم المتحدة؟ لك حق. يعني أنا ناديت وبنادي وهفضل أنادي بضرورة أن يكون هناك كلمة موحدة من معظم الدول العربية بالذات اللي لها اهتمام في إبراز الحقيقة ومواجهة هذا التيار الخبيث اللي موجود اللي بيهدد أمن المنطقة ككل، لأن ما فيش دولة عربية لوحدها بإمكاناتها تقدر تواجه الإعلام الغربي والإسرائيلي على وجه التحديد. معروف إن إسرائيل أو الصهيونية العالمية مسيطرة على معظم أجهزة الإعلام في الدول الغربية ككل. فين رأس المال الخليجي الباقي؟ يعني فين الكويت والإمارات والسعودية؟ أتمنى هذا. يعني كان للأسف في اتجاه في وقت من الأوقات إلى إنه الإعلام العربي يتوحد وإنه يطلع قنوات فضائية بتمويل عربي. مش ممكن دولة واحدة تقدر تواجه المليارات من الدولارات اللي بتستخدم بمعرفة إسرائيل والدول الغربية ضد المنطقة العربية. إذا كانت الأربع دول سيادة اللواء فؤاد عجزت إن بالرغم إن طلع الـ 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 الناس في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وثقوا النهارده اجرام دوله قطر ودعمها للارهاب من خلال يعني ارهابيها اللي موجودين ناس في الجيش الوطني دخلوا القصر الرئاسي في اليمن وفي ليبيا وقتلوا القذافي وقتلوا الحوثيين قتلوا علي عبد الله صالح. احنا ليه عاجزين ان احنا نتكلم مع الاعلام الخارجي؟ ليه عاجزين نتكلم وخاصه ان في منظمات وفي محكمه جنائيه وفي الامم المتحده وفي مجلس